أنتم الشباب الذين هم في طريق الثورة الإسلامية في العراق، نسأل الله لكم التوفيق والتقدم والازدهار، ونسأل الله أن يحقق للثورة الإسلامية في العراق النصر، إنه قريب مجيب. الإنسان الطفل مستقبله بيده، يتمكن أن يصنع مستقبلا لنفسه رفيعا، ويتمكن أن يترك نفسه وشأنها حتى يكون إنسانا عاديا. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول في كلمة له: المرء حيث وضع نفسه. يعني كيف ما تريد أن تكون مهندسا، محاميا، طبيبا، عالما، خطيبا، كاتبا، كاسبا، عاملا، فلاحا، كيفما تريد أن تكون المرء حيث وضع نفسه. وكذلك ماذا تريد أن تلبس تتمكن، ماذا تريد أن تأكل تتمكن، أين تريد أن تنام تتمكن، أين تريد أن تسكن تتمكن، مع من تريد أن تتصادق تتمكن. فالمرء حيث وضع نفسه. أنتم الشباب الصغار، الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام يقول: وأنتم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين. يعني الآن أنتم صغار، لكن في المستقبل شنو؟ آباء، أجداد، أعمدة البلاد، هكذا تكونون. أنتم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين. لذا من الضروري عليكم أن تفكروا في أن تبنوا أنفسكم بناء تنفعون بذلك البناء أنفسكم، وتنفعون بذلك البناء شعبكم في العراق، وتنفعون بذلك البناء الأمة الإسلامية ذات 1,000,000,000 في المستقبل، وتتمكنون أن تبنوا الإنسانية كلها. كل هؤلاء العظماء ذات يوم كانوا أطفال، وأنتم تتمكنون أن تكونوا ذات يوم عظماء، شخصيات كبار، مؤلفين، كتاب، علماء، مجتهدين، شخصيات بارزة في المجتمع الإسلامي وفي المجتمع غير الإسلامي. لذا يجب أن تفكروا من الآن لهذا السبيل. كان أحد المعلمين في أحد البلاد الإسلامية يدرس في الصف 40 طالب. ذات يوم سأل المعلم أحد الطلاب: ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ قال: أريد أن أكون محاميا. قال: بارك الله فيك،
معلما. بارك الله فيك. الثالث ماذا تريد أن تكون؟ مهندسا. بارك الله فيك. الرابع ماذا تريد أن تكون؟ طبيبا. بارك الله فيك. وسأل الخامسة والسادسة والسابعة وإلى أن وصل إلى الطفل وهم في الابتدائية، ماذا تريد أن تكون؟ وهو طفل في ثالث الابتدائية. قال الطفل: أريد أن أكون رئيس جمهورية هذه البلاد. الأطفال الآخرون أخذوا يضحكون عليه، طفل يريد يصير رئيس جمهورية. المعلم إنسان يفهم، قال لهم: لا تضحكوا، ومن هو رئيس الجمهورية؟ ألم يكن ذات يوم طفلا؟ فليكن هذا الطفل هو الذي ينمو في المستقبل ويكون رئيس الجمهورية. الأطفال سكتوا، لكن الطفل تشجيع الأستاذ والمعلم أثر في نفسه وأخذ يعمل ويعمل وينمو وينمو، حتى ذات يوم صار رئيس جمهورية نفس تلك المنطقة، وهي منطقة تركيا، والقصة مشهورة. فالطفل ينمو. هؤلاء العلماء العظماء المخترعين المصلحين الكتاب الكبار، من هؤلاء كانوا؟ كانوا ذات يوم أطفال. فلتكن أنتم أولئك الأطفال الذين في المستقبل تكونون شخصيات بارزة تخدمون الوطن الإسلامي ككل، وتخدمون الأمة الإسلامية، وتخدمون الإنسانية جمعاء. أما الطريق إلى هذا، الأول العمل الدائم الذي لا يعرف الكلل، الثاني الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل الأمور والتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الثالث حب الخير للجميع. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير الناس من نفع الناس، يعني تنفعون كل الناس. فالإنسان الخير هو الذي يحب الخير لغيره، وفي حديث آخر: أحب لغيرك ما تحب لنفسك. هذا الشيء الثالث. الرابع الالتزام بكل الأحكام الإسلامية، من صلاة، صوم، صدق، أمانة، وفاء، حياء، ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك الكذب، وترك كل الأعمال السيئة. هذا هو الشيء الرابع الذي يجب أن نلتزم به، الالتزام بالأحكام الإسلامية ككل. الخامس أن يكون هدفنا إقامة حكم الله في الأرض، يعني أنه إن شاء الله تعالى عن قريب يزول صدام وعفلق وربعهما، ويأتي إلى العراق حكم إسلامي ظاهر بقيادة الله والرسول والأئمة والعلماء والمتدينين. فيجب أن يكون هدفنا نحن أن نقيم حكم الله في الأرض، فإذا أقمنا حكم الله في الأرض نكون ربحنا الحياة الدنيا وربحنا الآخرة، ولا نكون من الأشخاص الذين لا يهتمون بالأمور ولا يبالون بما يقولون وما يعملون وبكل شيء من شؤونهم، وإنما يجب أن نكون أناسا عاملين حتى نصل إلى الهدف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا، والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله،
وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.